ما تفتكرش ان انا لما تكلمني كتير وتزن عليا ان انا كده هرد اكتر، انا كده هتخنق اكتر، الزن بيخنقني، رنة ورا رنة ورا رنة ورا رنة، مش هقدر يا جماعة. يعني هي مرة واحدة ما ردتش خلاص، بالذات بقى الناس الرخمة اللي هي ايه، لا ده انا هكلمك بقى من نمرة تانية، اللي ايه بتحاول تستنصح، اول ما برد ولاقي نفس الشخص بتقفل من حياتي. يا جماعة ما تعملوش الحركة دي، ما تعملوهاش. انا ما ردتش، مش عايزة ارد، مش قادرة، مش طايقاك يا اخي، بلاش، مش طايقاك، ما عنديش طاقة، ما عنديش طاقة حاليا، ادوني فرصة استرجع طاقتي تاني.